أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الهدية لمن له ولاية؟ ما يجوز، هذه رشوة. هدية لمن له ولاية هذه رشوة، تعطيه يوظفك ولا تعطيه ينقلك من محل المحل، هذه هي الرشوة. نعم أحسن الله إليكم صاحب، ولا تعطيه يرفعك، هذه رشوة ما يجوز، ولا تعطيه المدرس لأجل ينجحك، هذه رشوة، كلها رشوة. نعم.